سي جمال الكل كيعرف سي جمال السلامي اطار وطني كفء. القدوم ديالو عطانا واحد الدافع معنوي فاش علمنا بالمجيء ديالو. سبق لي وجا ورشوف بالمنتخب الوطني الرديف، كيلتزم بالصرامه في التدريبات بالجديه بالاحترام، احترام النادي. وكنظن انه ان شاء الله مع سي جمال غادي نقولوا الكلمه ديالنا. صرعوني هناك اخبار عن انتقال نوفل الى فريق الرجاء الرياضي في فتره الانتقالات الشتويه، شنو يمكن يقول نوفل هذا؟ حاليا انا ما كنظنش انه كاين عرض من فريق الرجاء، واللي كنعرفه انني عندي عقد احترافي مع فريق الفتح الرباطي، كنحترمه كنلتزم به. الا كان شي حاجه ان شاء الله من الانتقالات الشتويه انا كنرحب فريق الرجاء باش نعطي واحد الخلاصه. فريق الرجاء فريق الام ديالي، كلشي كيعرف انني مريت بمدرسه الرجاء البيضاوي، وتا واحد اللي جيت نسولك قلت لك واش كتبغي امك غتقول لي راه كنبغيها. طبيعه الحال هو نوفل الزرعوني راه كيحترم فريق الرجاء والجماهير ديالو، كنرحب بالفكره ديال الانتقال ديالي، ولكن مادام عندي عقد احترافي مع فريق الفتح الرباطي الا وخصني نلتزم به. تلقينا بزاف الاهداف، كانت اخطاء دفاعيه، المجموعه ككل كتحمل مسؤوليه، غنحاول نصلحهم في التدريبات. سي جمال كيلتزم وكيعطي تعليمات صارمه من هذه الناحيه، من الناحيه ديال التقنيه، وان شاء الله غادي نحاول نصلحوا الاخطاء ديالنا باش نخرجوا من هذا.